قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب باب في الغيبة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، القعنبي من الثقات الأثبات، صح الناس كتاب صح الناس في موطأ مالك. قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، يعني الدارقطني، عبد العزيز محمد الدارقطني، كان حدث من كتب غيره فاتي من المنكرات، وهو حسن الحديث على كل، رواه مسلم واصحاب السنن الأربعة. عن العلاء عن أبيه عن أبي العلاء عبد الرحمن، على هنا عن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، سلسلة معروفة كما قلنا قبل ذلك، ضعفها أحد من أجل حديث أتى به، هو حديث إذا تصوم شعبان فلا تصومه ومنكر، فلذلك ضعف السلسلة، والسلسلة حسنة. أنه قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يقرأ. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد، مسدد بن مصرحت ثق السبت الأمين، رواه الجماعة صاحب رواه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى، يحيى ويحيى بن سعيد القطان، هو من أساطير المحدثين، شدد في الشرح. قال: حدثنا سفيان، سفيان هو الثوري من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: حدثني علي بن الأقمر، علي بن الأقمر أبو الوازع الهمداني، قال سعيد ثقة، قال أبو حاتم صدوق ثقة. قال: عن أبي حذيفة، أبو حذيفة سلمة بن صهيب، قال ابن معين سمع من عائشة، وذكره ابن حبان في الثقات. قال: عن عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وهي من السبع المكثرين عن النبي. قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال: غير مسدد، تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: ما أحب أني حكيت، حكيت ماشي، ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. قال المصنف رحمه الله: أيام الحكام. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف، محمد بن عوف الحمص الطائي، قال أبو حاتم صدوق، قال ابن معين هو أعلم بحديث أهل بلده. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم النافع، وثقه ابن معين أبو حاتم. قال: حدثنا شعيب، شعيب ابن اليمان يحدث عن شعيب، وهذه السلسلة معروفة أيضا، هو من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. ثقة شعيب بن أبي حمزة ثقة. قال: حدثنا عبد الله بن أبي حسين، عبد الله بن أبي حسين قال أبو زرع ثقة، قال أبو حاتم صالح. قال: حدثنا نوفل بن مصاحق، أبو سعد القرشي، قال نسائي ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، سعيد بن زيد هو من عشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. هات المتن اللي بعده. قال المصنف رحمه الله: حدثنا جعفر بن مسافر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. نعم، هذا الباب معقود في الأدب أيضا، ومن الأخلاق، الأخلاق أهل الإسلام عدم الغيبة، والغيبة هي من الكبائر، الغيبة من الكبائر كما اتفق العلماء على ذلك، للنهي الذي ورد في الكتاب وفي السنة، والمغتاب وصف الله جل وعلا وصفا يعني فاحشا في كتابه، كما قال الله جل في علا ولا قال الله جل في علا: لا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وهذا يتفاحش في نظر العقلاء وأهل الفطر السليمة. والغيبة مسقطة للعدالة، الغيبة مسقطة للعدالة، لذلك العلماء يقولون: الذي اعتاد الغيبة فإنه تسقط عدالته، لا يكون وليا لابنته. والعلماء يقولون: الغيبة في الغيبة، الغيبة في أحد المسلمين كبيرة من الكبائر، فلأن تكون من أعظم الكبائر في علماء الأمة من باب أولى. ولذلك أعراض العلماء
لحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصيهم معلومة. فغيبة العالم إسقاط للشريعة، غيبة العالم إسقاط للشريعة. والحق بأن العالم يعني كما قلنا حفظ الله به الشريعة، فلا يسقطه أحد بغيبته بالكلام عليه من خلفه، كما أن يعرض به أو يسمع عنه كلاما يعني فيه إساءة لعرضه فيسكت عنه. فالحق بأنه لا بد أن يكون منافعا مدافعا، لأن مسألة الغيبة دل المغتاب أصالة دل على أنه من الفسق أو من الفجور بمكان، لأن الغيبة كما قلنا مسقطة للعدالة، ولأن الغيبة كبيرة من الكبائر توعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها أيام تحذير. فإن كانت كما قلنا في أحد الناس فهي كبيرة، ففي العلماء باب أولى، لأنها تسقط الشريعة بإسقاط المغتاب للعالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة عندما قالوا يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. والكلام هنا على نقيصة ينتقص بها هذا المغتاب ينتقص بها الذي ذكره، فيذكر فيه عيبا، يذكر فيه فعلا مشينا، يذكر فيه سقوطا سقط فيه، يسقط فيه زلات وهنات وسقطات، وما أكثر ذلك عندنا وعند الناس في هذا الباب. فإن ذكر ذلك يريد التنقيص فقد وقع في الغيبة. لذلك قال ذكرك أخاك بما يكره، وهذا على العموم، شاهد الحديث، هذا على العموم أن يذكر أخاه بما يكره على العموم، سواء كان يعني كان فيه أو ليس فيه، وأيضا سواء ذكره بأمر مشين أو بغيره، المهم أنه ينتقص من قدري عند ذكره، قصد ذلك فهو مغتاب. ذكرك أخاك بما يكره، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني المسألة أنه لم يكذب، هذا حق وهذا الذي وقع فيه. فقال كفى، يعني بين له وسلم كفى، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وقعت في الغيبة التي هي الكبيرة والتي مسقطة للعدالة. قال وإن لم يكن فيه فما تقول فقد بهته، يعني وقعت فيه في الكذب. والبهتان والزور من أعظم الذنوب، وكما قلنا يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. وإن كان هذا الحديث فيه ضعف وليس بصحيح، لكن الحق أن نقول بأن مسألة قال الإنسان فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني وقعت في البهتان وفي الكذب وفي الزور، ويكون بذلك قد ركبت الكبير على الكبيرة، الغيبة والكذب على صاحبك بأن ألتقط به صفة ليست به. وهذا البهتان أعظم عند الله جل في علاه من الغيبة. والغيبة كما قلنا مسقطة للعدالة. شوف الوصف الذي وصفه الله تعالى في كتابه للمغتاب، قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة من المحرمات، ولم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعلا، وما أقرها بل أنكرها. ولذلك في الحديث الثاني بأن عائشة رضي الله عنها أرضاه وهي خير نساء العالمين، قد قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، يعني هنا عائشة رضي الله عنها أرضاه، هذه غيرة النساء. شوف أنا الغيرة للنساء، وهذه أيضا للإخوة والأخوات يفهمنا هذا جيدا. هي الآن الغيرة هي التي دعت عائشة إلى أن تتكلم في صفية، الغيرة هي التي دعت عائشة إلى أن تتكلم في صفية، وقالت حسبك من صفية أنها هكذا، وأشارت بيدها على أنها قصيرة يعني، وهذا على باب التنقيص، هذا على باب التنقيص. هنا الآن ما الذي دعاها أن تتكلم فيها؟ ما الذي دعاها؟ الغيرة. هل سكت الإسلام ولا أنكر؟ أنكر. ما سكت الإسلام ولا أقر، يبقى ما يقال ما تكونش، لا تكون الغيرة تكئة على مسألة الفعل. احنا نقول الغيرة تكون تكئة على العذر على الفعل وأن لا يأسم به، لكن لا يسكت على الفعل، الفعل نفسه لابد من إنكاره. وهذا الذي حدث. عائشة رضي الله عنها قالت حسبك من صفية هكذا، وأشارت بأنها قصيرة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس خلقا مع أزواجه، وكان منصفا بأبي هو أمي، وكان يرد المظالم. عائشة وهي أحب نساء العالمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أحب نساء العالمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك راجعها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من في غير ما موضع. لما بعثت زينب بالصحفة فيها الطعام أو أم سلمة، فقامت هي من الغيرة اشتدت فضربت يدي الرسول فأوقعت الصحفة فكسرت الصحفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، أراد أن يعتذر لها. هذا نبل الخلق. ومع اعتذاره ماذا فعل؟ أنكر ولا ما أنكر؟ أنكر وضمن عائشة،
أنكر وضمن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ضمن عائشة وقال إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام. يبقى لا يؤخذ فعل السيدة عائشة مثلا أنها مشت خلف زوجها، ولا يؤخذ ذلك على أن هذا إباحة أو تكئ للإباحة، لا ليس مباح، بل هو محرم. لكن إن فعلت العذر في فعلها أن الغيرة حملتها على ذلك. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت هذا، وهذا وقع من كثير من النساء. حفصة قالت لصفية، قالت يا يهودية، وزينب لما قال الله صلى الله عليه وسلم أفقري أختك زهرا أعطيها جملا جملها أعيا، فقالت لمن؟ ليهوديتك هذه. وعائشة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى الله إلا يسارع في هواك، قد وقع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت، بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها أرضاه إنما فيك منها كذا. ولذلك الأعمش مع النخعي لما قال له يعني امشي فارقني، يقولون أعمش وأعور، فقال يعني نمشي معا ويقعون فينا ويأسمون، قال بل نفترق ويسلمون. هذه فيها دلالة أن الغيبة يقع فيها المرء في الكبيرة. فقالت يعني حسبك من صفية هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤدبا ومرشدا لعائشة رضي الله عنها وأرضاها من أفضل نساء العالمين وأعلى نساء العالمين. وهذه دلالة على أن النبي قد يزل قد يجهل، النبي قد يزل. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت ذلك أراد أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر حدا، فقال لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر أو لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لعكرته لأفسدت ما فيه. وقالت وحكيت له إنسانا، يعني إيه المحاكاة؟ يعني قلدت. وهذا يستدل به على أنه لا يجوز إيه التمثيل. قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. فهنا في قوله وحكيت، في قولها وحكيت له إنسانا، يعني وصفت إنسانا محاكاة، مثلت كيفية الكلام، مثلت كيفية السير. فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والإنكار عليها هنا عندما قال أنا يعني لو لي كذا وكذا ما حكيت وما أحب أن أفعل ذلك، ومعنى هذا الإنكار، ولكن هو الإنكار باللطف، الإنكار باللطف. لما إنكار بلطف هنا؟ مع أنه لما قالت حسبك من صفية وأشرت بخصرها فاشتد عليها، أنكر عليها بإغلاظ. هنا لما قالت حكيت له إنسانا قال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، هذا إنكار، لكنه إنكار بلطف. يبقى هنا لما التفريق في الإنكار؟ هنا في الأولى أنكر بغلظة بإغلاظ، والثانية أنكر بلطف، فما الفارق بينهما؟ نعم. قال الشخص الذي وقع الكلام عنه ما به سلفي، لأن الأولى فيها تحقير. يا سلفي جزاك الله خيرا، بس لو أفصحت هنا أم المؤمنين. يا خلاص سلفي أتى بها، بس لو هنا لا أعرف الشخص. صراحة يعني ما أدرك بقى الآن ما كتبت، أدرك ما كتبت. بيقول لم تقع في عرض أحد. لا يا خلاص حكي، كانت تحاكي إنسان ممتاز. خلاص أنا أوزعت بالسفاة بها، السلفي أتى بها، هذا الصحيح. الفارق من ذلك التنقيص، التنقيص الفارق من ذلك التنقيص. هي لما قالت حسبك من صفية أرادت التنقيص فأغلظ لها في الإنكار، ولما خلاص، ولما أرادت أن تحاكي شخصا يعني تبين له من دهشة، تصدق أما كان يتكلم كان سريع جدا، كان وتبين سرعته، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن أحاكي أحدا أو أني حكيت أحد إنسان أو إنسانا لأن لي كذا وكذا. فكان الإنكار عليها برفق، ولأن الجميع لا يجوز، لأنه وسيلة للتنقيص، فلم يجعل المقصد كالوسيلة، لم يجعل المقصد كالوسيلة. ها والمحاكاة تحتمل، لكنها وسيلة للذنب. فلما افترق في الغلظ افترق في الحكم، فالأولى كانت أرادت بذلك التنقيص، الثانية ما أرادت التنقيص، فأغلظ عليها على أنها وسيلة، وباب الوسائل لا أحكام المقاصد، لكنها برفق بأقل إغلاظا، والإغلاظ كان في الإنكار الأول. وهذا واقع من عائشة رضي الله عنها
وأرضاها. أما في الحديث الذي يليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم، إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم. تعلمون بأن الربا من أعظم الكبائر، وقد قال الإمام مالك قال لو أقسم رجل بالطلاق يعني على أساس المرأة تكون طالق أنه أن أعظم ذنب في كتاب الله خلى الشرك هو الربا ما وقع الطلاق، وعلى أساس أن الله تعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أربى الربا أعظم الربا وأفحشه الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وذلك لأن الحق بأن الأعز على النفس العرض أعز على النفس من المال، العرض أعز على النفس من المال. الربا بأن يركب فوق كتفي ويأخذ ماله ليس كأن يركب يعني عليه بتحقيره وأيضا ازدراء مكانته والكلام في عرضه. فالاستطالة في العرض أشد وأنكى من الاستطالة في المال. لو أخذ المال ليس كالوقوع في العرض. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت قال اهجهم وروح القدس يؤيدك معك، وقال إن هجاءك لهم كوقع السيوف أو أشد عليهم من وقع السيوف، أشد عليهم من وقع السيوف. فالحق بأنه الاستطالة في عرض المسلم بغير حق فيها ما فيها من الكبيرة بل هي من أكبر الكبائر. وكما قلنا إن كان الربا في الأموال فيه ما فيه من هذه الشدة والحدة وفيه ما فيه من التغليظ في العقوبة فالاستطالة في العرض من باب أولى وهي أعظم. ولذلك قال هنا المصنف في الحديث الثاني قال إن من أكبر الكبائر استطاعة المرء في عرض أخيه. شوف من أكبر الكبائر، هذه دلالة واضحة جدا على عظم الفحش الوقوع في أعراض الأخيار لا سيما كما قلنا النبلاء منهم. فقد قال إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسب. وما دام الأمر في سياق الربا معنى السبتان بالسب أنه ما رد ما له، يعني ما أخذ ما له، يعني رد المظلمة بإيش؟ بمظلمة بزيادة. وهي طبعا السياق طبعا تكلم عن الربا قال السب بالسبتين، طبعا السب بالسبتين ليست ربا، لكن هو الكلام أنه كأنه زاد على حقه. لذلك قلنا في مسألة القياس القصاص لابد أن يكون لمن؟ لابد أن يكون لولي الأمر. لما؟ حتى لا يكون الاستطالة والافتيات على ولي الأمر ويكون فيها المظلمة، لأنه ما من أحد يعني أراد أن يستوفي حقه إلا وقع في المظلمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكبائر السبتان بالسبة. طبعا هي ليست من الكبائر لو قال له أنت مغفل، قال أنت مغفل وجاهل وجهول وغبوء مثلا في هذا الباب يكون كبيرا. والمقصود بذلك أنه لو وقع في مسألة على الكبيرة يقع فيه الكبيرة، ويكون هذا من حاله أنه كلما وقع فيه أحد هو إذا رد الصاع بأصع. قال بعض الشعراء ألا فلا يجهلن علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين. يعني المسألة سيكيل له في هذا الباب. لكن الحق أننا نقول عند الدفاع عن النفس في مسألة ما يعني قد لا يحاسب المرء في هذا، وكل بحسبه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال له أريد القصاص لأنه يعني نزع أسنانه قال أيقدم أحدكم يد أخيه كالفح ثم إذا سحبها أسقط أسنانه، قال ثم يقول القصاص اذهب لا شيء لك. والمسألة بالقرائن المحتفة. لكن المغرض المقصود من الحديث أن من أعظم الكبائر هو الوقوع في أعراض المسلمين في ذلك. هذه صفة من صفات المنافقين كما بيّن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا ولا تتبعوا عورتهم، فمن تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. الفوائد المستنبطة طبعا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر على التغليظ، لتعلم أنه أكبر الكبائر على الإطلاق هو الشرك، وهذه معناها أيضا الغيبة والنميمة أو الوقوع في أعراض الأخيار قاربة الشرك. الرجوع للعالم مرت علينا كثيرا هذه. ها؟ يشتغلون؟ بقول الشيخ
شأنه قيل يا رسول الله من غيبة. نعم. ثانية مراجعة العالم. ما الفرق بينهما؟ الثانية الفائدة الثانية مراجعة العالم. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، هذه مراجعة العالم حتى يكون الاستفسار أكثر. أفضل الطاعات وأصلح الصالحات الذب عن أعراض الآخرين الغافلين، هذه من أعظم الطاعات. ذب عن عرض أخيه، ذب الله عن عرض يوم القيامة. لكن من جرى مجرى الذي يتكلم ومشى وسار معه ووقع في العرض فهذا مشارك، مشارك، فهو في البهتان وفي الغيبة سواء مع المتكلم. فحش الغيبة، فحش الغيبة. الفائدة الأخيرة فضل العفو أو فضل الصفح. من وين؟ فضل العفو. ممتاز، ممتاز. جزية الجنة سكينة. إذن خمسة وترين. لكن من أين هذا؟ فضل العفو من أين؟ لا لا ممكن لا تكون الأفضل في السبة والسبتان. السبة والسبتان فالعفو هنا أولى بدل ما أقع فيه الزيادة في المطار. هنا ليدخل التمثيل في باب المحاكاة. نعم التمثيل يدخل باب المحاكاة. التمثيل يدخل في باب المحاكاة. وهنا سلم يعني زجر عنه. فهذا دليل لمن قال بحرمة التمثيل. لكن هناك أدلة كثيرة بجواز التمثيل كما فعل حسن حسين يمثلان على رجل أنهما يريدان التوضؤ، أنهم واحد منهم جارح ومنهم عالم. وأيضا من ذلك تمثيل جبريل جاء بمثل آخر، جاء يعلم الأمر الناس الناس أمر دينهم. يقول يعني تحرم الغيبة إلا عند المحدثين.